انطلق كأس سمير للخيل العربية الأصيلة بتواجد 16 جوادا في هذا الشوط وفي هذا السباق. إذن الصدارة والمركز الأول نشاهدها مع غزوان ريسينج وإي جي أس صدام على المركز الأول وعلى الصدارة. التقدم واللحاق من قبل فالنتينا في المركز الثاني مع جي بي جامبير، هذه المهرة ابنة تي أم فريد تكساس تتواجد الآن في المركز الثاني. العريش في المركز الثالث للسادة الشقب ريسينج، رابعا يأتينا زازوم للسادة أو يعرب في المركز الرابع لسكاي هاي ريسينج، أيضا التقدم من خلال زازوم في المركز الخامس. سادسا يأتينا الشعار الأبيض والأزرق، التقدم مع أوليمان في وضع جيد الآن أوليمان، وأيضا التحركات نشاهدها في المركز السابع مع إيجا الصاعق لأستاذة مربط الجريان بقيادة شتيبان مازور. اللحاق والتقدم أيضا من خلال المركز الثامن ماتراز، تتبعه بروك للسيد محمد بن فهد العطية. عودة للمركز الأول وعودة للصدارة، أي جي أس صدام على الصدارة وعلى المركز الأول. فالنتينا في لحاق جميل الآن في المركز الثاني، التحركات تأتينا من خلال الجهة الخارجية بروق وأيضا أي جي أس صاعق، ولكن الصدارة والمركز الأول لا تزال مع أي جي أس صدام. نلاحق ونشوف التقدم من قبل العريش من الجهة الداخلية الآن، العريش وأي جي أس صاعق أيضا في تقدم قوي، والتحركات تأتينا من فالنتينا. العريش يخطف الصدارة ويخطف المركز الأول، التحركات تأتينا من قبل بروق الآن لمحمد بن فهد العطية. بروق العريش على الصدارة، العريش على المركز الأول، العريش للشقب ريسينج إلى كأس